السلام يا ربي السلام. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، غنشوفوا الخوت هذا الفيديو، تأملوا فيه وتصنتوا ليه وسمعوه مزيان، ومن بعد ذاك بعد الفيديو غنسمعكم تسريبات صوتية ونرجع نحكي لكم ونحطكم في صلب الموضوع. وبغيت تعليقاتكم كآراء، لأن البوليزاري اليوم كتقول على أنها حقت انتصار كبير على المغرب من خلال واقعة هذا الفيديو. نشوفوا الفيديو ونرجعوا نكملوا إن شاء الله. حيد من تما راه قصدك، حيد من تما، حيد 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 يا ربي السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رسول الله. واو 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 واو، لا اله الا الله. يا ربي رانا حامدينك شاكرينك على ذاك اللي حاسين نحن فيه من الانتصارات. يا ربي حامدينك وكملت علينا اليوم هذه العمايه، حامدينها المولانا وشاكرين لا الانتصارات. ايوا هذا انتصار عطاكم، وانا اليوم عطيتو على شفيق وحمد السادس وجمعته وذاك ورجلي ذاك الثاني، تعرفوا انتم قوموا، هذا انتصار تاريخي، قوموا راكم اليوم ماطي على رؤسات المغاربه، قوموا العليه تزغرتوا، قوموا انتظروا مرقوا الشارع مرقوا عاد رشي. هذا مالها انتصار يساوي ما نعرف 70 عمليه ولا 80 عمليه، قوموا اشتحانوا. احنا من يجوا الانتصارات قاعد نرقدوا، نعرفوا العليات منين دخلوا عمليات زينات، والله تجي اصلا للسيقه يزغرتوا، احنا قاعد عليتنا هون ما نعرف كانهم بلسنتهم ولا بلا لسنه. قوموا يلا تحركوا. سمعتوا الاخوان هذا النوع من الخطاب، هذا قمه الغباء، هذه قمه الجهل، هذه قمه الاستحمار من البوليزاريو لساكنات مخيمات تندوف باش تغلطهم على انه كاين انتصارات على البوليزاريو وعلى المغرب. هذه عاصفه قويه، رياح قويه ضربت المنطقه وبالضبط معمل فوس بوغراع او الحزام الناقل للفوسفات بصحراء المغربيه، وتوثق بالفيديو. وهذا الفيديو وصل سكان مخيمه تندوف وعناصر البوليزاريو، وهذا الرياح خرجوا منه هما انتصار كبير على المغرب. تخيلوا على انه حتى الرياح حتى العواصف حتى العمايه كما يسموهما الى ضربت المغرب ولا ضربت معامل الفوسفات بصحراءنا المغربيه، يظنوا هما على انها انتصار كبير ويروجوا على انها انتصار كبير على المغرب. عقليه البوليزار او عقليه بالاحرى ساكنه مخيمات تندوف، من تظهر لهم الريح او العاصفه اش كيقولوا؟ تيقولوا راه المقاتلين ديالنا خبطوا العدو، خبطوا المغرب، وذاك الخبيط هو اللي شكل هذا العاصفة. شوفوا الغباء، شوفوا الجهل، شوفوا الاستحمار، شوفوا الاستحقار، شوفوا التبغليل. والله إلا ما شفت أنا في حياتي أكثر ناس مستبغلين ومستحمرين قد هذو اللي عايشين في مخيمات تندوف. فلو لم توثق بالضبط هذه الرياح وهذا الفيديو وظهر بعد ذاك الحزام الناقل للفوسفات مدمر، غيخرجوا عناصر البوليزاريو غيركبوا عليه وغيقولوا لأنه البوليزاريو قصفت الحزام الناقل للفوسفات ودمرته، ولكن لحسن الحظ على أنه الرياح موثقة بالفيديو، وحتى أن هذه الرياح من اللي توثقت من الفيديو خرجوا عناصر البوليزاريو تيقولوا فرحوا نشطوا مرقوا يا العلايات زغرتو زغرتو، راه انتصار كبير على محمد السادس وعلى المغاربة. تخيلوا الإخوان أي شيء في عقلية البوليزاريو كيصنفو انتصار. دخل إبراهيم غالي للمرحلة حاشكم انتصار، مرق منه انتصار، مشى لأوروبا انتصارين، قبضوه لإسبانيا وحقوا معاه انتصار كبير على المغرب، وقف إطلاق النار انتصار، ادعاء على أنه مع الحرف المغرب أكبر انتصار. هذو مجانين، هذو حماق، وحتى المثقفين والواعين من سكان مخيمة تندوف اللي عاشوا في سكان مخيمة تندوف وبعد ذاك التحقوا بأوروبا أو رجعوا للمغرب
عادوا يضحكوا على عناصر بوليزاريو اللي كيصنفوا هذه التفاهات انها انتصار على المغرب. نسمعوا بعض التسريبات الصوتيه المضحكه، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. الله يجعلك تعالى طرط الله عندك صديقتي. عن القضيه، لا قضيه تلفال هي مدة بعد رجالك من 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 الشهر 11/75، ويوم رجع عدل الحملة ذيك جررت على يده، كانت كلها عندها جررت، ومن عدل الحملة الصواز قالت هذا انتصار، ومنين جينا الرياح الساعة والشريقية من الشرق انتصار انتصار انتصار، لأنه قاع الرياح ما تحرك مونوع وتخافتين ثوار أمريك المقاتلين معدلين رواية وانتصار قاع هق وهذا ترجلي تعرف به ناس ناس ما تجبر فصة ما منين منين يتحرك العجاج، وعادوا هم يشكوا على أنها لا منين يقوموا الثوار يخبطوها لا يتحرك العجاج باش يدرقوا، وبدل بالعكس الثوار هم كانوا باركين حالوا العجاج، وقال ذاك كانوا لله في طار الانتصار بعد، وجاء ذكر انتصار واستشهد واحد انتصار والآخر يشير انتصار. في الدنيا مقطرين الناس قايلين عنهم معدلين لك مسلتين ما قد يحصل بعد بالبوليزاريو، والله الخلق اللي مشي شوارهم حصل بيمشي وحد الفال لحسن ذا ما قد يعشيهم ولا يقدمهم الحرار لهم مطر، ومن ليلة قاموا في الانتصارات. والثانية دعوتهم ودعاهم من 75 هم يدعوا لدى المغرب ورفع عنه، لكن اللي مدعوا عليهم ينبت له حقل جديد من الفلاحة وتنبت له جهة دولة ثانية تعود مولي مسانته، يعني دعوتهم مولي ما هي مستجاب. جاءوا النصارى ننتصر، وإلا مشاو ننتصر، وإلا قعدنا باطل مجمعين ننتصر، لعدنا حملة ننتصر، وإلا ما عدنا شي مولي ننتصر. الله يجعلك تعالى طرط الله عندك صديقتي. عن القضية، لا قضية تلفال هي مدة بعد رجالك من الشهر 11/75، ويوم رجع عدل الحملة ذيك جررت على يده، كانت كلها عندها جررت، ومن عدل الحملة الصواز قالت هذا انتصار، ومنين جينا الرياح الساعة والشريقية من الشرق انتصار انتصار انتصار، لأنه قاع الرياح ما تحرك مونوع وتخافتين ثوار أمريك المقاتلين معدلين رواية وانتصار قاع هق وهذا ترجلي تعرف به ناس ناس ما تجبر فصة ما منين منين يتحرك العجاج، وعادوا هم يشكوا على أنها لا منين يقوموا الثوار يخبطوها لا يتحرك العجاج باش يدرقوا، وبدل بالعكس الثوار هم كانوا باركين حالوا العجاج، وقال ذاك كانوا لله في طار الانتصار بعد، وجاء ذكر انتصار واستشهد واحد انتصار والآخر يشير انتصار. في الدنيا مقطرين الناس قايلين عنهم معدلين لك مسلتين ما قد يحصل بعد بالبوليزاريو، والله الخلق اللي مشي شوارهم حصل بيمشي وحد الفال لحسن ذا ما قد يعشيهم ولا يقدمهم الحرار لهم مطر، ومن ليلة قاموا في الانتصارات. والثانية دعوتهم ودعاهم من 75 هم يدعوا لدى المغرب ورفع عنه، لكن اللي مدعوا عليهم ينبت له حقل جديد من الفلاحة وتنبت له جهة دولة ثانية تعود مولي مسانته، يعني دعوتهم مولي ما هي مستجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف إطلاق النار انتصار، الحرب انتصار، وقف إطلاق النار انتصار، المفاوضات انتصار، القرقالات الأولى انتصار والروق منها انتصار، والقرقالات التالية انتصار والروق منها مولي كشفات عرات انتصار، والرجوع للحرب هذا انتصار، ومحاكمة تقالي انتصار، ومروقوا بدون براءة هربوا عن المحكمة انتصار، وفروق الماء وفروق التمويل المخيم انتصار، وحتى مولي الرياح انتصار، وإلى جهة الظلمة حتى هي انتصار ثاني، وإلى جهة الشمس حارة مولي ذاك مولي انتصار.
يا هذا من انتصارات بعد على الاقل بعد لا يجني حد منه الا شوي يعملوا كون يعملوا قاع كون شوي ما هو خالي كون يجني منه شي قاع هو شنو لكرسي انتصار سبحان الله وحتى الى فرق مولي تاريخ بطوطه تون في المخيم في التعليم انتصار